ايش هي تكنولوجيا البلوك تشين؟ وايش هي العملات الرقميه والالكترونيه؟ واشهرها بيتكوين وايثيريوم؟ وكيف هذه التكنولوجيات راح تغير المستقبل؟ خليك معنا. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد البلوشي. وقبل لا ابدا الفيديو خليني اوريكم سعر البيتكوين الان. زي ما انتم شايفين سعرها الان 43,000 دولار، وراح توصل او وصلت في الماضي ل 70,000 دولار في فتره، يعني في شهر ممكن جولاي. فزي ما انتم شايفين هذه الاشياء او هذه التكنولوجيات راح ممكن تغير حياتنا للافضل ان شاء الله يعني في المستقبل. فخلونا اوريكم او اشرح لكم ايش هذه التكنولوجيات الان. فخلونا نبدا بالبلوك تشين. وكلمه بلوك تشين هي كلمتين مجموعه مع بعض، اللي هي كلمه بلوك اللي هي قطعه، وتشين اللي هي سلسله مثلا. فهذه التكنولوجيا مربوطه يعني او تعمل بطريقه يعني ربط البلوكات مع بعض، او زي كانك يعني تربط شيء في السلسله، فحيكون مربوط كله مع بعضه، وحتقدر تشوف فين بدي فين وصل او فين انتهى. فالبلوك تشين يتيح لك اشياء كثير، منها انه تقدر تعاين البلوك تشين بالكامل، تقدر تشوف يعني البلوك تشين يعني ايش صاير فيه له، ومتى بدي وفين انتهى، مفتوح للجميع، ما هو مقفل او ما هو ملوك لاحد. وهذه اهم ميزه في البلوك تشين، لانه جدا صعب او شبه مستحيل انك تعدل على اي بلوك في البلوك تشين. لانه لما يتم وضع البلوك في البلوك تشين وتعرف عليه او تحقق منه اكثر من كمبيوتر في الشبكه، صعب جدا انك تعدل عليه. لانه مو بس لازم تعدله على مثلا الجهاز اللي انت هكرته اللي كان عليه البلوك، لازم كمان تهكر الاجهزه الثانيه اللي عليها البلوكات ديك، وهذيك الاجهزه موجود عليها بلوكات كثيره، وفي اجهزه ثانيه او كمبيوترات ثانيه في الشبكه حتقدر تتعرف انه انت مثلا يعني لعبت في البلوك هذا. فدائما حيكون المعلومات الاصليه دائما موجوده في الشبكه دي، فصعب جدا انك تغير على اي بلوك او اي قطعه من البلوك تشين هذا بالكامل. واتمنى انكم معايا لين دحين فاهمين، لانه تكنولوجيا البلوك تشين يعني صعب الواحد يفهمها. فاتمنى انه انا قاعد اشرح بطريقه يعني مفهومه. خلونا نكمل. ومن بعض استخدامات البلوك تشين اللي هو موقع اوديسي، اللي زي ما انتم شايفين هذا هو الرابط حقه او قناتي هناك عليه. هو فيديو او موقع حق فيديوهات زي اليوتيوب، ترفع الفيديو والناس يقدروا يشوفوه زي اليوتيوب، واي فيديو ترفعه على الموقع ذاك ينحط كبلوك في البلوك تشين بالكامل. ومن اشهر التطبيقات زي ما احنا عارفين اللي هي العملات الالكترونيه، واشهرها بيتكوين. بيتكوين لما انت مثلا يعني تسوي تعدين او تشتري بيتكوين واحد، هيكون هذا بيتكوين او بلوك واحد في البلوك تشين بالكامل. ومن ميزات هذا الشيء انه يعني مثلا لما تيجي بتحول البيتكوين مثلا لشخص معين، حتوصل له البيتكوين مثلا في ظروف ثواني او اجزاء من الثانيه، وما تحتاج يعني تتحول على مركز او بنك مركزي زي ما احنا عارفين. يعني مثلا ما انت بتحول مثلا دولار من مثلا امريكا لبريطانيا، لازم يمر هذا التحويل على بنك المركزي العالمي على ما اظن، ولازم هذاك البنك يوافق على هذه الأموال يعني أنها ترسل، وبعدين يوصل لك المبلغ على بنكك. فهذا التحويل يأخذ مدة ممكن ساعة ساعتين، ولكن الشيء المميز في العملات الإلكترونية، فأنت لما تيجي بتحول مثلا بيتكوين واحد لشخص معين، هيوصل له تقريبا بيتكوين في أجزاء ثانية، ولما يرسل البيتكوين هذا حينرسل ممكن برسوم جدا ضئيلة مقارنة بالبنوك اللي ممكن تأخذ 2 أو 3% من المبلغ. وهذا الشيء يعني اللي يعني مدي ميزة للعملات الإلكترونية. وفي دول تستخدم بيتكوين في اقتصادها، مثلا عندك السلفادور تستخدم بيتكوين في الاقتصاد بسبب ان عملتهم جدا ضعيفة مقارنة بالدولار. فاللي هم بسووه او الحكومة عندهم هناك بتسوي انها لما يجيها يعني ممكن فائض شوية في الاموال، يحولوها باحان نصها او باحان كلها باحان على البيتكوين، لانه البيتكوين يعني ما بتغير كثير مقارنه بعملتهم يعني اللي جدا ضعيفه. فهذه من تطبيقات انه يعني مثلا احد يستخدم البيتكوين في يعني مثلا استثمار او شيء زي كذا. ولكن هذا لا يعني انه انا اقول لك روح استثمر، لا تستثمر في شيء انت ما تفهمه. وانا الين دحين بتعلم معاكم البلوك تشين والعملات الرقميه، فانا بنفسي ما اعرف الا يعني ممكن ذره من هذا العالم اللي هو البلوك تشين والعملات الرقمية. فلا تسمعوا كلامي وروحوا تستثمروا يعني ممكن تخسروا أموالكم. والشيء اللي يعني ثاني لازم أنبه عليه إنه البيتكوين يعني بحان تكون يعني توصل لأرقام جدا عالية، زي ما شفنا 70، وصلت 70 في قبل كم شهر، والآن لو تيجي تلاحظ هي تقريبا على 40 أو 30. فهذا يوريك انه يعني العملات الرقمية مي افضل شيء للاستثمار، لانها بتتغير كل يوم،
بسبب السوق، فلتثروا انتوا فاهم ولا تاخذ كلام مني، انا ماني حق اقتصاد ولا حق اموال ولا اني محاسب، انا طالب علوم حاسب. اوكي خلونا نكمل. طيب انت دحين ممكن تفكر تقول هذا كله سمعناه وكلنا نعرفه، فكيف هذه الاشياء او هذه التكنولوجيات راح تغير المستقبل؟ تكنولوجيا البلوكتشين راح تغير المستقبل في اشياء جدا كثيره. فمثلا خلينا نضرب مثال البريد عندك، مثلا لما انت تطلب شيء مثلا من امازون، فمثلا انت نقول طلبت مثلا معالج من امازون، فالمعالج هذا لما امازون يعني ياخذوه من المستودع لازم يدوه شركه معينه للتوصيل، مثلا نقول فيديكس، وفيديكس لما توصل مثلا عند مدينتك انت ممكن تدي شركه ثانيه، ممكن زي ارامكس او شيء زي كذا، تعطيها ذيك الشركة والشركة الثانية ذيك توصل لحد بيتك. وكلنا يعني نعرف انه هذه الشركات باحان يعني فيديكس وارامكس بسبب انه الطلبات الكثيرة اللي عندهم والتوصيلات جدا كثيرة، ممكن كم شيء يضيع عنده. فتكنولوجيا البلوكشين راح تساعد مثلا لما انت تطلب المعالج يصير ان يضاف بلوك جديد في البلوكشين حق مثلا امازون نقول، وفي البلوك هذاك تنحط معلومات المعالج وفين بالرسل ومن اي مستودع حينرسل واي شركه وشركات راح توصل للمستهلك، فهذا كله ينحط في البلوك اللي حينرفع على البلوكتشين عليه، وهذا البلوك راح يتحدث كل ما يعني مثلا يصير شيء جديد او مرحله جديده في التوصيل. فمثلا يعني لما تاخذ شركه فيديكس في البدايه ينحط في البلوكتشين انه شركه فيديكس اخذته الان ومعاها، ولما يوصل لمحل معين تاخذه ارامكس، ارامكس ينضاف المعلومات حقتها في البلوك هذاك وانه هي اخذته ودحين بتوصل للمستهلك، ولما يوصل المنتج او المعالج للمستهلك ينضاف في البلوك تشين او البلوك هذاك اللي كان على البلوك تشين انه تم توصيل الطلب هذا بنجاح. فبكذا يعني حتى لو مثلا مستهلك يعني مثلا يقول انه يعني المنتج ما وصلني، هذا الشيء او دليل يعني البلوك هذا اللي موجود في البلوك تشين هذا دليل جدا قوي فانه المنتج وصل للمستهلك. فبكذا عرفنا ايش هو البلوكتشين، وايش هي اكثر الاستخدامات للبلوكتشين اللي هي العملات الرقميه، وكيف يعني هذه الاشياء او هذه التكنولوجيات راح تغير المستقبل. وقبل انهي الفيديو شفت مثال من احد المختصين في البلوكتشين ويقول هو انه اتخيل البلوكتشين كدفتر حسابات، انت لما تيجي بتكتب مثلا يعني مدخل جديد في الدفتر هذا، هذا حيكون بلوك جديد في الشبكة حقت البلوكتشين، واي احد محاسب مثلا في ذيك الشركة يقدر يشوف العمليات اللي صارت من بداية الشركة ممكن الين الان. فهذا ابسط وافضل مثال انا شفته وحبيت اشارككم هو. واذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير، خلونا نتناقش في الكومنتس عن كيف ممكن هذه التكنولوجيات او هذه الامثلة اللي انا ذكرتها راح تسهل حياتنا. كان معكم اخوكم احمد البلوشي، والسلام عليكم.